كيف ما وقعني بزاف واحد اللي كيموت داخل المغرب، فهذه اول حاله اللي وقعت، اول حاله اللي ظهرت. اما اذا جينا حنا نشوفوا شحال من الحالات ماتوا، شحال من مرا ما عندها حتى شي واحد، شحال من شاب ما عنده حتى شي واحد، حتى شي واحد ما كيتحمل المسؤوليه. اول حاجه كنشكروا يعني الاخوات اللي قاموا بهذا المجهود هذا، انهم بغاو يظهروا الحقيقه. غير هاد الناس هادو خصهم يعرفوا بالهم بان اليوم عليا وغدا عليه، اليوم عليا وغدا عليه. واللي والطمر الكبرى هو يعني في العاد الاخبار، في العاد المنشورات، والقنصليه كتعمل، والمسائل كيعملوا، حنا كنقولوا، والمغربيه قتلونا بالجاليه المغربيه، مرحله بالجاليه، ها مؤسسه محمد الخامس، ها مؤسسه ما عادهاش، يعني عدم احترام. ما كاينش واحد 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 احترام للروح ديال المواطن المغربي. كيف ما كاين في مالاكا ولا في اندلسيه، ديك العائله اللي تحت البيت راه الوزير في اسبانيا او لا شي مسؤول كبير كيحيد من الفاكاسيونيت ديالو ويجي يحضر القبوة بيده على المسؤوليه. هنايا هاد المسؤولين هادو السيده اتصلوا بهم، قالوا لهم كاين عيد العرش، من بعد قالوا لهم حنا كاين عيد كبير، من بعد قالوا لهم حنا ما عندناش شي مسؤوليه، من بعد النائب ديالو قالوا بان حنا ما عندنا ما نعملكم. يعني هذا بما يسمى بالاستحسار، بما يسمى بعدم المسؤوليه للمواطن المغربي. حنا كمواطنين يعني اللي عايشين على برا كنقولوا، وانا بعد كنصرح بها كنقولها دائما، حنا نساوي عمله، حنا كنساوي مجرد عمله. عندك كتسوى ما عندكش ما كتسواش. لو كان شي مسؤول جمعيه اللي قام بهذا المظاهر بهذا الوقت هذه، او لا شي جمعيه اللي هي عندها علاقه كتربط مع شي واحد، شي مسؤول هنايا راه كنت تجبر هنايا كثيرا، كنت تجبروا هنايا، لان علاش تحت كيتاخذوا الفلوس الشعب المغربي وجبال الاطلس وجبال الناس اللي فقيره محتاجه لنا، وحنا كيعطيهم الناس اللي هما قايمين على العمل الجماعي، هاد السيده هذه اللي قالت، هاد السيده هذه اللي جات بان حنا كنعطيو غير 3800 اورو، غلط، كذوب. حنا كنعرفوا الملك محمد السادس ملك المغرب امر بان كل جثه خارج ارض الوطن الدوله كتقوم، يعني هي الدوله هي اللي كتقوم تسير جميع، يعني كتوفر الجثه، واخا حنا كنعرفوا حتى كيموت بنادم عاد كيعطيوه بعض القيمه، او لا كيعطيوه الكذب، او لا كيشري له الكذب. الحمد لله واخا غير 10 ولا 15 منها الاشاره واضحه، كنتمناو هاد الشيء هذا، ان شاء الله تكون فيها شويه الحرقه، حنا غير باش نعطيوهم واحد الرساله، ولكن عدم المسؤولية والاحترام بالإنسانية، يعني ما كاينش واحد الإنسانية. هاد الناس هادو راه كيتخلصوا، كيتخلصوا باش يديروا قتلتهم. أي واحد فينا يجي يدخل لهنايا، بحال اللي داخل، شي حاجة كبيرة. هادي مجرد مؤسسة إدارة، تابعة للمغرب، يعني اي مواطن عنده الحق يدخل هنايا، ويدخل راسه مرفوع، ادي لفنا الواجب ديالي، سواء ترقصيه، سواء بحاله مدنيه. حنا دائما عندنا ذاك الرعب، راس ما الرعب ما بقاش، سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن. وحنا كنقولوا حنا ماشي ضد شي واحد، هو حتى الملك يقول ضد الفساد. وحتى اخر الخطاب يعني اتالم، ايوا حنا خصنا نعرفوا شكون هذا، شكون هما هاد الناس هادو اللي كيجعلوا هاد العالم كامل يتألم؟ هاد المواطنين سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، علاش؟ لأن الشلابية كثروا، لأن عدم المسؤولية، لأن عدم احترام الإنسانية، الناس ما كتحترمش الإنسانية. واش عيب الله السيدة دابا بعد كيقولوا لنا، بأن محافظة على الهوية، محافظة على اللغة العربية، محافظة، ها هما دوك الشلعوات المرحومة داتهم أسيستيسيا سوسيال. ها هما جيت العواود داتهم اسيستيسيا سوسيال، شكون غادي يشد ديك العواود؟ انا ما عنديش العواود، كامل فيكم عندكم انا ولادكم. اذا كيف
مش هاد مع العواوي، كيفاش هاد مع العواوي؟ اللي هما ما احترمناش احنا هذيك الأمومة الله يرحمها، والأب العوني تامة، العوني تامة وتأخرت له داتو أسيستيسيا سوسيال. السيدة اللي ماتت مجرد أنها ماتت 14 يوم في الحكومة، ولولا الصديقة ديالها راه كانت تقول هذا المنطورة، لا داير اليسير ولا حتى شي واحد ما غايسوق أخبار شي حاجة، ولكن الحمد لله كاينين ناس وحنا كنقولوا هادو، وحدة أنا بعدا كيعرفوني. أنا ماشي درت شي حاجة، حنا غنحتارمو، نحتارمو الإنسانية عباد الله، نحتارمو الإنسانية، نضربوهم نحتارمو الإنسانية، شنو هو الإنسان؟ نروح نضرب في راه عشيشة، نروح نضرب في راه عشيشة، نروح نضرب في راه عشيشة أصاحبي، نروح نضرب في راه عشيشة، راه حنا تبنا دابا السيدة باش تخرج من المقبرة، وعائلة تباس، وعائلة تباس، يستناو أنهم يجيبو التيتا بنتو. وسنوا دابا يتبعوا القادة والقادة ويدخلوا الروينة ويخرجوها، يعني ولاد معايش ومرفضينه، ولاد معايش ومرفضينه، حتى ملي مات غيزيدوا مرفضينه.